مرحبا بكم مع تمرين جديد من تمارين المتتاليات. الهدف من تمرين اليوم هو نحسب ليميت لما اني ازيد مدى نهايه ديال هاد لاسويت يو ان، اللي التعبير ديالها هي البرودوي ميكا كي سافي دو جوسكا ان ديال كوس بي على اتنين اس كا. بور سولا اون فوا انتخودوير اون نوفي سويت في ان اللي كتساوي لها هاد يو ان هادي مضروبه في سينوس بي على اتنين اس ان. الوغ التمرين اون بوز بور توت ان اكوال سو اتنين يو ان كتساوي لها هاد البرودوي ميكا كي سافي دو جوسكا ان ديال كوس بي على اتنين اس كا. Montrer que la suite UN est monotone et convergente. Donc, on se fera taper de l'aide UN. L'idée est quand je vois les termes de la positive, on a fait les produits. Je vais dire UN زائد 1 على UN. On se voit que le terme de la suite est monotone. Donc, on a dit que le terme de la suite est monotone. فهو أصغر أو يساوي ك، أي أن اتنان أس اتنان اللي هي أربعة فهي أصغر أو تساوي اتنان أس ك. دونك إلا عرفتنا المقلوب غي تعكس الترتيب تصبح بي على اتنان أس ك فهي أصغر أو تساوي بي على أربعة. ومنه ندخلو بالكوسينوس، وهذه فهي اكبر قطعة من الزيرو. ندخلوا بدالة الكوسينوس، وكوسينوس فهو موجب في هذا المجال 0 بي سور 4 ولكن تناقصي. دالة الكوسينوس تناقصي في هذا المجال 0 بي سور 4 عموما من المجال 0 بي سور 2. دونك الى دخلنا بكوسينوس، كوسينوس ديال بي سور 4 هي جذر 2 على 2 فهي اصغر او تساوي كوس ديال بي على 2 اس كا، واصغر قطعه من الكوسينوس ديال زيرو اللي هو واحد. اللي فهاد التأطير تردد واش كاين هنا اصغر تساوي هنا، احسن يمشي يقسم هاد المتفاوت على الى قسمين ديال بي على 2 اس كا اصغر تساوي بي سور 4، وهنا ديال زيرو اصغر قطعه من بي على 2 اس كا. عاد يدخل بالكوسينوس غيوجد هاد التأطير هذا. ومنه فعلي التغم مهما يكون كا اكبر يساوي 2، دونك فهاد لي تيرم ديال هاد لا سويت فهما بوزيتيف. يمكننا ندرسو لو رابور دو دو سويت دو دو تيرم عفوا كونسيكوتيف. مثلا غندرسو الرابور ديال يو ان زائد 1 على يو ان. دونك مهما يكون ان اكبر يساوي 2 عندنا يو ان زائد 1 على يو ان. يو ان زائد 1 هي لو برودوي من كا كيساوي 2 جوسكا ان زائد 1 ديال كوس بي على 2 اس كا. على هذه هي البرودوي من كا كيساوي 2 جوسكا ان ديال كوس بي على 2 اس كا. فهذا يو ان زائد 1 راه زايد على يو ان بواحد لو تيرم، نخرج هذاك لو تيرم اللي زايد اللي هو لو ديغني تيرم كوس بي على 2 اس ان زائد 1 مضروبه. دونك شنو غيبقى عندنا؟ هذا البرودوي من كا كيساوي 2 جوسكا ان ديال كوس بي على 2 اس كا على دو برودوي من كا كيساوي 2 جوسكا ان ديال كوس ديال بي على 2 اس كا. دونك غنختزلو بهذا التعبير ديال يو ان. شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا كوس ديال بي على 2 اس ان زائد 1. وقلنا ان هذا مهما يكون كا من ان حيث كا اكبر يساوي 2 فكوس ديال بي على 2 اس كا فهو اصغر قطعه من الواحد. دونك هذا التعبير هو اصغر قطعه من الواحد. وجدنا يو ان زائد 1 على يو ان اصغر قطعه من الواحد، دونك فهاد يو ان هي تناقصيه قطعه اي ستريكتومون ديكرواسونت. تناقصية ومصغورة بزيرو دونك فهي متقاربة. ونمر للسؤال الموالي. اون بوز بور توتين اكبر يساوي 2 في ان كتساوي لنا يو ان في سينس بي على 2 اس ان. مونتخي كو في ان اتون سويت جيومتريك. دونك هنا بي مهما يكون ان اكبر اي يساوي 2. إلا جيت دير في ان زائد 1 باش تبين بان سويت جيومتريك غادي تبلوكا. شنو غادير؟ دير في ان زائد 1 على في ان
وخصك تلقى واحد كونستانت كتنتمي لار، ماشي ما تنتظرش انك تمشي في في ان زائد واحد وغتلقى مثلا هاد الكونستانت ا في في ان. دونك من الاحسن، لذلك حنا لقينا لي تيرم ديال هادي كذلك بوزيتيف، غنديرو في ان زائد واحد على في ان باش نبينو بان جيومتريك. عندنا هاد يو ان بينا بان لي تيرم ديالها بوزيتيف، بقى لنا هاد سينوس بي على 2 اس ان واش هو كذلك بوزيتيف. قلنا هاد بي على 2 اس ان كما شفنا من قبل راه اكبر من الزيرو واصغر، دونك مهما يكون ان اكبر او يساوي 2 واصغر او يساوي بي على 4. دونك سينوس راه موجب في هاد لانترفال هذا. دونك هاد في ان فهي كذلك لي تيرم ديالها بوزيتيف. شنو غنديرو؟ دونك اون فا اتيديي لو رابور دو في ان زائد واحد على في ان. دونك في ان زائد واحد غتعطينا هي يو ان زائد واحد مضروبة في السينوس ديال بي على 2 اس ان زائد واحد على يو ان مضروبة في السينوس ديال بي على 2 اس ان. يو ان زائد واحد على يو ان راه سبقنا حسبنا في السؤال السابق، لقيناها كتساوي لنا قص بي على 2 اس ان زائد واحد. هاد سينوس مضروبة في سينوس ديال بي على 2 اس ان زائد واحد. دونك شنو غنديرو لهاد سينوس بي على 2 اس ان؟ غنضربو في 2 ونقسمو على 2 على بي على 2 اس ان، غتولي الى قسمنا على 2 غتولي هنا 2 اس ان زائد واحد. دونك كتساوي لنا كوس ديال بي على 2 اس ان زائد واحد مضروبة في سينوس ديال بي على 2 اس ان زائد واحد. هادي دونك عندنا كنعرفو سينوس ديال 2 اكس كيساوي لنا 2 سين اكس كوس اكس. دونك هادي راه كتساوي لنا 2 اكس في هاد الحالة هو بي على 2 اس ان زائد واحد، 2 سينوس بي على 2 اس ان زائد واحد مضروبة في كوس ديال بي على 2 اس ان زائد واحد. دونك هنا غنختازلو بهاد كوس بي على 2 اس ان زائد واحد مع هذا، وغنختازلو بهاد سينوس بي على 2 اس ان زائد واحد مع سينوس بي على 2 اس ان زائد واحد. شنو غيبقى لنا؟ كتساوي لنا واحد على 2. اذا شنو وجدنا؟ وجدنا ضرب في ان زائد واحد على في ان. دونك اي ان في ان زائد واحد فهي كتساوي لنا واحد على 2 في ان. ومنه فلكل ان اكبر يساوي 2 ففي ان ستون سويت جيومتريك متتالية هندسية اساسها واحد على 2، لا غيزون ديالها هي واحد على 2. بالتالي يمكننا نكتبو في ان على الشكل الاتي، في ان فهي كتساوي واحد على 2. دونك مضروبة في واحد على 2 أس إن موان دو. هذا هو الحد الأول، الحد الأول في زيرو كيساوي واحد على 2. نبينوها لأن قلنا في ان كتساوي لنا يو ان في سينس بي على 2 اس ان. دونك وبالتالي ف ان بادي من جوج، دونك في دو فهي كتساوي لنا يو دو مضروبة في سينس ديال بي على 2 اس دو هي على بي سور 4. دونك يو دو اول قيمة دونك هي قص بي على 2 على 4 هي، دونك هي جذر 2 على جذر 2 مضروبة في جذر 2 على جذر 2 كتساوي لنا 1 على 2. دونك بالتالي ف في ان كتساوي لنا عدد، دونك مادام بادين من في دو، دونك في دو اللي هي واحد على 2 مضروبة في واحد على 2 اس ان موان دو بويسك ما بديناش من في زيرو، اي كتساوي لنا واحد على 2 اس ان موان زين.
تقلل دونك نستنتجو انا بين دونك اون ديدوير في ان دونك هي اي ان اون فونكسيون دو ان بقى لنا الان دونك مهما يكون ان اكبر يساوي 2 بالنسبه لاي ان. دونك عندنا في ان كتساوي لنا اي ان في السينوس ديال بي على 2 اس ان، ومنه فا اي ان كتساوي لنا في ان على السينوس ديال بي على 2 اس ان كتساوي لنا دونك قلنا في ان هي 1 على 2 اس ان موانز مضروبه في 1 على السينوس ديال بي على 2 اس ان. الان باغي نحسبوا النهايه ليميت لما ان يزيد من هنا ديال او ان، غنحسبوها بطريقتين بالنسبه للناس اللي قراو ديكيفالونس غيحسبوها بسهوله او نحسبوها بالطريقه الاتيه. دونك عندنا ليميت لما ان زائد ما لا نهايه، هذا دونك هي او ان ديال او ان كيساوي لنا ليميت لما ان زائد ما لا نهايه ديال دونك 1 على 2 اس ان موانز مضروبه في السينوس ديال بي على 2 اس ان، كتساوي لنا ليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهايه ديال 1 على 2 اس ان درونك على 2 مضروبه في السينوس ديال بي على 2 اس ان. دونك باش يكون عندنا غنضربو في بي ونقسمو على بي، دونك لا ضربنا في نضربو في بي هنا ونقسمو على بي، شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهايه ديال 1 على سينوس ديال بي على 2 اس ان على بي على 2 اس ان مضروبه هنا غتكون عندنا في بي على 2. دونك هذه الليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهايه ديال بي على 2 اس ان كيؤول زيرو، دونك وكنعرفو الليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهايه ديال عفوا ديال الليميت لما يؤول اكس ليميت لما اكس يؤول زيرو ديال سينوس اكس على اكس كيعطينا 1، دونك هذا غتعطينا 1 وبالتالي فهذه كتساوي لنا 2 سور بي. او لا اللي قراو ليكيفالونس يمكن لهم يديرو ليكيفالونس. دونك عندك الليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهايه ديال بي على 2 اس ان كيعطي الزيرو، دونك وبالتالي ف سينوس ديال بي على 2 اس ان كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ايكيفالونت عفوا الرمز ديال ايكيفالونس ايكيفالونس دونك كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ايكيفالونت ا بي سور 2 اس ان. دونك يعوض هنا يعوض سينوس بي على 2 اس ان باغ بي على 2 اس ان سيجد نفس النتيجة، سيجد ان يو ان ايكيفالونت على 2 اس بي على 2 على بي. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين اخرى، شكرا لكم.